بنعود لحضراتكم مرة تانية. مش كل الناس اللي مشهورة هي اللي عاملة حاجة كويسة، في ناس ما بيطلعوش في التلفزيون زينا بس هم أحسن مننا بكتير، هم عندهم حاجة مش عندنا. واللي بيميز البشر من وجهة نظري عن بعضهم البعض هو الفكر، لأنه الإنسان تميز بالفكر، يعني كل الكائنات البشرية ينقصها الفكر، إنما يتميز من البشر أصحاب الفكر، فوجب علينا أن احنا نستضيفهم ونقول لهم بتعملوا إيه. النهاردة معايا نماذج من الشباب اللي يخلوك تبقى واثق في بلدك أن عندها الطاقة البشرية موجودة ولسه قائمة ولسه ما زالت تعطي، مش بس على المستوى المحلي لكن أيضا على المستوى العالمي. بعض من شبابنا نماذج مشرفة جدا، بتشتغل في مجال البحث العلمي، بتشتغل في مجال الاختراع، مجال الابتكار، عندهم مشاريع بيعملوها، عندهم تنفيذ على الأرض، عندهم مسابقات بيدخلوها بيفوزوا بيها، وعندهم أيضا مشاكل في تنفيذ بعض مشاريعهم. النهاردة قررنا أن احنا نستضيفهم عشان نلقي الضوء على كل هذه الأمور. مسعدني يكون معايا المهندسة منى عماد، أهلا وسهلا بيكي. معايا الأستاذ منتصر عطار، أهلا وسهلا بحضرتك. ومعايا أيضا الأستاذ باسم إيهاب، أهلا وسهلا بيك. خلينا نتحيز للسيدات ونبتدي ladies first. منى، أنا كاتبين لي كده صاحبة اختراع منزل ذكي موفر للكهرباء، خلينا أول ناخد منك فكرة على إيه الاختراع ده؟ هو حاجة ببساطة شديدة جدا، عبارة عن نظام بيتحكم في كل كهرباء البيت أو المكان أنا حابة أوفر الكهرباء فيه، عن طريق ان هو بيشوف فيه قد ايه اشخاص موجودين. لو ما فيش حد موجود في المكان ده وتهبط فيه كل حاجه لوحده. ده كان ناتج عن دراسه انه اكبر نسبه ضياع للكهرباء او الاهدار للكهرباء هو بسبب سوء الاستهلاك بتاع البني ادمين، فده كان الحد من الموضوع، وانه الكمبيوتر يتدخل في الموضوع فيبقى الموضوع أأمن وأحسن ويوفر أكتر وهكذا. يعني أنا لو بيتي أربع أوض هو بيبقى فيه سنسور بقى بيشوف إذا كان فيه أشخاص موجودين ولا لأ، فيطفي النور أوتوماتيك. بالظبط. النور مع كل الأجهزة بقى اللي موجودة اللي ممكن أنا أستغنى عنها في وقت أنا مش موجودة فيه في الأوضة. تلفزيون. طيب. الفكرة بتيجي إزاي؟ يعني جات لك إزاي وطبقتيها إزاي؟ هو الأول كانت دراسة المشاكل الموجودة على الساحة، الكهرباء، المية، الحاجات دي كلها. كان في وقت ما عملت المشروع دوت كانت أكبر حاجة بتواجه البلد من مشاكل كانت أزمة الطاقة، إنه ما فيش مصادر طاقة بديلة كتير، واستخدام الطاقة الشمسية ما كانش لسه بالقدر الموجود دلوقتي. فبالتالي بقى طب إزاي مش بس أنا أوفر مصدر طاقة جديد، لأن أنا أحد من إهدار المصدر الموجود أوريدي. فطب ماشي، أنا الوقتي طالبة كمبيوتر ساينس، فإزاي أستخدم اللي أنا اتعلمته في اللي أنا أعمل مشروع. فاتجهت لحد ما زلت بتدرسي؟ انا ان شاء الله فاضلي شهرين اتخرج. وتتخرجي ان شاء الله. وعملتي الاختراع ده اثناء الدراسه؟ في اولى سنه اولى، من اولى لحد ما يعني اربع سنين دلوقتي. عظيم جدا. بس اخدت مركز عليه وانا في سنه اولى بدري، يعني انا بدات الموضوع بدري وخدت مركز بدري فارتحت شويه في الاخر. يعني مركز فين بقى؟ كنت مشاركه في جامعه اسوان على مستوى الجامعات المصريه كلها في بحث علمي. شاركت المشروع بتاعي وكنت عامله نموذج وكل حاجه، فاتقيمت وخدت مركز اول في مجال الكمبيوتر والمجال اللي هو الحاسب الالي. فبقيت ساعتها انا كنت لسه يعني طالبه في سنه اولى تاخد مركز اول على مستوى الجامعات المصريه كلها، ده كان سبق يعني. بعد كده بقى شاركت بيه في اسبوع شباب الجامعات في المنوفيه، شاركت بيه في كفر الشيخ. وده بيسجل بشكل دولي ولا بيسجل فين الاختراع كاختراع؟ لا، هو بشكل محلي حاليا، مش بشكل دولي. طيب لما انا بعمل هذا الاختراع عشان اصل للنتيجه النهائيه اكيد بمر بتجارب والى اخره، ودي بتتكلف، مين بيصرف على الكلام ده؟ انا. انت بس؟ انا. طيب منتصر، كاتبين لي برضو مخترع اول دراجه كهربائيه مصريه، ايه الموضوع؟ الموضوع ببساطة هو عشان نصحح المفهوم، هو مبتكر مش مخترع، في فرق بين الاثنين. الابتكار هو ان انا بجيب حاجة موجودة اوريدي وبطور فيها وبعدل فيها. اللي عملناه كان هو مشروع التخرج بتاعي. انا خريج هندسة ميكانيكا جامعة حلوان 2018 السنة اللي فاتت. قررت ان انا لما اجي اعمل مشروع التخرج بتاعي ما يبقاش مجرد مشروع تخرج، لا، هو يبقى في مسج او في فاليو او في تارجت ورا المشروع. وكان بيمثل لي في الاول بالنسبه لي كبدايه ان انا عايز يبقى لي ستيبس بعد ما نخلص خطوات. بالظبط، خصوصا ان انا كنت من اول سنه في الكليه وانا كنت شغال جنب الكليه، عندي شغلي وعندي اون بزنس جنب الكليه وتعلمت فيه كتير، وحصل لي دروب في السنه اللي قبل الاخيره من الكليه. الا وهو ان البزنس اللي انا كنت معتمد عليه وشغلي جنب الكليه وقف. فكان قدامي تو اوبشنز،
الاوبشن الاولاني ان انا احنا بنعرض اهو الاختراع بتاعك على الهواء. جميل. الابتكار بتاعك. الاوبشن الاولاني وانا داخل سنه رابعه او بكالوريوس ان انا اشوف شغل تاني او مشروع تاني افتحه او اشتغل جنب الكليه عشان افضل محافظ على نمط حياتي اللي انا كنت متعود عليه، او ان انا اركز في مشروع التخرج وفي اخر سنه وفي التخرج والمشروع ده يبقى حاجه بعد كده. خدت القرار ان انا اركز في مشروع التخرج وان هو يبقى هحاول اعمل حاجه رقم واحد تقاد فاليو في المجتمع، تحل مشكلة وتبقى بعد كده فرصة انها ليها طريق. قررت ان احنا بعد ما دورت كتير لقيت مشكلة التكدس المروري والبنزين وارتفاع اسعار الوقود، الكلام ده بيأثر علينا كلنا. فقلنا محتاجين وسيلة مواصلات تبقى تحل مشكلة التكدس دي خصوصا في المدن. وتبقى حاجة ميد ان ايجيبت، ودي كانت مهمة جدا في ظل ظروف الاقتصاد اللي احنا فيها. ف بعد حوالي شهرين ريسيرشز لقيت ان ابسط واجمل وانسب وسيله هي العجله العاديه بتاعتنا، بس الانهانسمنت بقى بتاعها او التطور بتاعها. دي حاجه اسمها اي بايك او عجله بالكهرباء، وده كان المشروع. العجله بالكهرباء دي هي بيبقى فيها دايره كهرباء بتديني 5 مودز للسواقه، ان انا اقدر اسوقها كعجله عاديه ببدال عادي جدا، او اقدر اشغل الموتور يبقى ميكس ما بين البدال وما بين الموتور، فالايفورت والباور او مجهودي وانا بسوق بيتقسم على الموتور، او اقدر اعتمد 100% على الموتور. تمام. بيخلي السواقه اسهل والعجله بماكسيمم سبيد، والموتور بقى بيتشحن بالظبط. بيبقى عندي بطاريه بتتشحن بشيلها وبشحنها وهكذا. بوصل بالعجله دي اقدر اوصل الماكسيمم سبيد من 30 ل 50 كيلومتر في الساعه. مظبوط. سهوله الحركه بتاعتها تقدر تخلي كبار السن يركبوها، تقدر تخلي الشباب يركبوها، تقدر تخلي اي حد يعتمد عليها. الدنيا تمام يعني. مظبوط. صديقه للبيئه. 50 كيلو في الساعه ده سرعه يعني. فبالتالي لو فكرنا فيها هي وسيله مواصلات، لو انا نازل جوه منطقتي نازل رايح مشوار عندي وسيله المواصلات اقدر اعتمد عليها. هنقول مينيمم انا خليت 50% من مشاوير اي شخص يعتمد على العجله دي. طب عظيم، هنعرف بالزبط. تفاصيل اكتر. باسم، انت كنت في مسابقه في المجر وطلعت فيها الاول على العالم، ده اللي انا فهمه، على كل الجنسيات التي اشتركت في هذه المسابقه بالظبط. واخد يعني، قول لنا ايه اللي حصل بعد كده يعني. اللي حصل بعد كده ولا ايه اللي حصل؟ لا ابتدي لي دي عشان دي بصراحه دي الشهاده بتاعه التكريم بتاعه الرئيس. يعني انت الرئيس كرمك والله، ده انت راجل يعني ايه محظوظ يعني. ف وريني. مش عارف هات. انا عايز اعمل خلاص. تمام. ايوه ورينا كده الحاجات العظيمه. جمهوريه مصر العربيه، رئيس الجمهوريه، شهاده تقدير. يتقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه باسم ايات الشكر والتقدير الى السيد باسم ايهاب عبد العزيز عمر على ما قدمتموه من جهد وعطاء لبناء وخدمه الوطن، سائلين الله العلي القدير دوام التوفيق والعطاء. عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه. ايه الموضوع ده؟ انت شكلك عملت حاجه. كلكم انا عارف كلكم خدتوها، بس هو اللي جابها. كل ضيوفي النهارده عندهم الحاجه العظيمه دي يعني، ربنا يوعدنا يعني. فيعني المره الجايه وعد مني هقول كل الاسماء وكل واحد يجي بالتكريم بتاعه. قول لي بقى ايه اللي حصل. بس انه في حاجه بره في العالم كل طلبه الكمبيوتر ساينس او كمبيوتر انجينيرنج بيشاركوا فيها، او طلبه هندسه الكمبيوتر، ده حاجة اسمها الدوري العالمي للهاكاثون. الدوري العالمي للهاكاثون ده هو ببساطة كده زي أرض قتال شوارع، عشان الناس أو الستيودنتس بتوع كل الجامعات، الطلبة اللي في كل الجامعات يبدأوا يشوق في السكيلز اللي هم اتعلموها، بس في مجال بقى يضاهي أو يبقى زي بالظبط مجال سوق العمل. فبيحصل كذا نوع من أنواع المسابقات داخل المهرجان بتاع المسابقات ده أو الهاكاثون، بيقولوا زي فيستيفال كده. جوه الفيستيفال ده من ضمن المسابقات مسابقه هي اسمها البرمجه التنافسيه. البرمجه التنافسيه هي كل الفكره في الموضوع ان احنا بنقعد في تايم ليميت معين، عندنا مشاكل، المشاكل دي كبيره جدا. كبيره دي من ناحيه ايه؟ من ناحيه الداتا. عندنا كمبيوتر، عندنا ان احنا ممكن نقدر نكتب كود. هما الاثنين كانوا بيتكلموا على الافكار ريليتد للهاردوير شويه، انا ريليتد للسوفت وير والكود. المشاكل دي الكمبيوتر العادي بقدراته العاديه يقدر يحلها في ايام في سنين. المطلوب مننا ان احنا بقدراتنا وباللي احنا اتعلمناه وبالطرق المعهوده لحل المشاكل الكبيره زي الخوارزميات وزي علوم الرياضيات والمنطق، ان احنا نوصل نخلي الكمبيوتر بدل ما يقعد 3 ايام او اكتر يخليها يعمل الكلام ده في تايم ليميت لا يتعدى 3 ثواني ل 10 ثواني بالكثير. بس والسبجكت ده اللي اتحطيته المسابقه
بالظبط جوه المهرجان. دايما المسابقات بتبقى يعني ما بتشوفش التوبكس اللي انت بتشتغل عليها او البروبلم سيتس الا مع بدايه المسابقه. المسابقه بتستمر 6 ساعات مثلا، تبدا تستخدم كل السكيلز اللي انت اتعلمتها وكل الخبرات اللي انت اكتسبتها في حل المشاكل بالفترات اللي فاتت. كان في كام جنسيه بقى بتتنافس معاك؟ اعتقد كل جنسيات اوروبا وكل جنسيات يعني جنسيات اوروبا وامريكا وكندا. يعني كان في الماني وامريكي وانت طلعت عليهم الاول. بالظبط. ده كلام كبير قوي، ده كلام كبير جدا. طيب بصراحه شديده جدا، واحنا قاعدين محدش سمعنا يعني، احنا بندردش كده مع بعض. احنا لو في اي بلد في العالم امل هيبقى في اللي انتوا بتعملوه ده. هضرب لكم مثال انتوا اقدر مني عليه، الابلكيشن بتاع فيسبوك شوفوا ثمنه كام النهارده، وشوفوا احتياطيات البنك المركزي فيها ايه. يعني شوفوا فيسبوك ده دوله تتحرك على الارض، يعني موضوع كبير جدا. لو واحد او اتنين مصري بس عملوا لنا اتنين فيسبوك يعني حاجات كتير قوي هتتغير. السؤال نعمل ايه عشان نساعدكم؟ يعني المجتمع كله بيسمعنا دلوقتي، الدولة كلها بتسمعنا دلوقتي، ايه اللي ممكن نعمله عشان خاطر نساعدكم؟ وكمان مش لازم نتكسف واحنا بنعرض مشاكلنا، لانه من غير ما نعرفها ونكشفها بجد مش هنعرف نحلها. فانا هدعوكم بعد الفاصل ان انتوا تتحدثوا بمنتهى الصراحة ايه اللي ممكن المجتمع او الدولة او القطاع الخاص يقدمه لحضراتكم عشان بدل ما يبقى عندنا جايزة واحدة يبقى عندنا عدد من الجوائز على مستوى العالم. بعد الفاصل هكمل مع حضراتكم هذه الطاقة الإيجابية. الناس دي يعني ثروة حقيقية بنا، دورنا إن احنا نطلعهم في الإعلام، ودور المسؤول كمان إن هو يسمعهم ويشوف إزاي يقدر يقدم العون ليهم، لأن بالتأكيد تقديم العون ليهم هو تقديم عون لبلدنا كلها. بعد الفاصل هكمل مع حضراتكم. بنعود لحضراتكم مرة تانية، الكلام اللي قلته لي في الفاصل هتقولوه دلوقتي واللي هينقص كلمة هفتن عليه على الهواء عشان بس نكون صراحة. هبتدي بمنى. أوكي. أنا عندي أهم حاجة نفسي أتكلم فيها هي وجهة نظر الناس عامة والدكاترة بشكل خاص في الطالب اللي بيعمل أنشطة في الجامعة. إنه الطالب ده مش بس مقتصرة حياته إن هو بيذاكر وبيجيب درجة كويسة وبيتعين وهكذا، لا، هو في نشاط جنب الدراسة. بروح امثل جامعتي في مؤتمر، بروح اشارك في مسابقه باسم الجامعه، سواء ايا كان مجالي ايه، ايا كانت تكون كليتي ايه. انه ما يبصش للطالب ده ان هو انت ما تستحقش اللي غيرك ما عملوش، بمعنى اللي ذاكر وما عملش اي حاجه غير الدرجات انت ما تستحقش تاخد زيه. بل بالعكس، انا حد قادر ان انا اوازن بين الاثنين، اعمل نشاط وافيد بيه جامعتي واجيب مركز لجامعتي وكل الحاجات ديت. يعني هو بيحتسب الغياب عليك فبيأثر على الدرجات. بالظبط. علما بانك غايبة عشان تحضري حاجة فيها بحث علمي يعني. بالظبط. رئيس الجامعة طلب مشروع جدا يعني. دكتور ماجد نجم هو متفاهم ده جدا وبيراعي ده جدا وبيصدر لنا جوابات انه الشخص ده كان بيغيب عشان كذا، وبيشجع جدا احنا النشاط في الجامعة. بس الفكرة في عقلية بعض الأشخاص اللي هم ليهم بقى الدرجة في ايده بمعنى اصح، الدكاترة التانيين. بالظبط. انا في ناس مش شايفه ان هي مفيش حد فوقيها، ان هي فوق طائرة المساءلة، ان هي فوق، انك انا ما كنتش زيك فانت مش هديك حاجة. دي بتبقى عقليات موجودة دلوقتي. العقليات دي لما لا، احنا لازم نحط قاعدة. انت بتقولي رئيس الجامعة متفاهم، رئيس جداً الجامعة جداً اعتقد جداً ان هو جدا جدا عشان بس هو لا اصل انا يعني دكتور طيب. ماجد بالنسبة لي حاجة عظيم. انا مبسوط ان هو تارك عندك هذا الانطباع، لكن كمان لازم ندعو كل الاساتذة اللي بيدرسوا لهذه النوعية من الطلاب عشان نقول لهم يا جماعه دول رايحين للبحث العلمي فمتغيبين بسبب بالزبط. هو سبب راقي يعني، سبب بالعكس نحن يعني يعني ادرى ان احنا بالظبط مش اهمالا يعني. منهم وبالعكس دول هم طيب. رايحين عشان يكتسبوا. انه المشاريع اللي بتتعمل في الكليات وبالذات الكليات العمليه ان احنا عشان نطبقها فاحنا محتاجين دعم، محتاجين انه يكون في تفاهم ان المشاريع ديت مش بس حد عملها في شهرين. فلا، في ناس حضرتك اتكلمت في نقطه مثلا فيسبوك، احنا على سبيل المثال حاسبات ومعلومات بنطلع 1000 فيسبوك في الترم، في الترم الواحد مش بس في السنه. فالحاجات دي لو تم النظر ليها بعين الاعتبار ان هي تنفذ على ارض الواقع، ان هي تدعم، فديت حاجه هترتقي بمستوى التعليم، دي اول حاجه هترتقي بمستوى الفرد نفسه. مفهوم. بس ايه اللي محتاجاه يدعم يعني؟
ان المشاريع ديت تلاقي سبونسرنج ليها. يعني حضرتك برضو زي ما قلت انا اتصرفت على المشروع بتاعي من جيبي الشخصي، فكون ان المشاريع ديت تلاقي مثلا سبونسر ان هو يدعم المشاريع دي وينفذها ارض الواقع، ده هيبقى طفره في مجال. طب انت قلت لي في الفصل ان عايزه تروحي هولندا صح؟ انا مرشحه ان انا امثل مصر في مؤتمر في هولندا. بس الفكره ان مفيش دعم مادي كفايه ان انا اروح، وانه برضو رجعنا لسه نقطه الانشطه ان احنا مش بندعم الانشطه دي بشكل كامل. يعني انت مرشحه منين وايه الدعم المطلوب؟ انا مرشحه من الجامعه ان انا اسافر 11 يوم في هولندا امثل مصر في نموذج محاكاه الامم المتحده. الجامعه تكفلت بنص المبلغ، بس النص التاني اللي هو في حوالي 10,000 ده لسه مش مفيش حد متكفل بيه حتى الان. فبالتالي مش هتروحي بنسبه كبيره عشان 10,000 جنيه somehow يعني. يعني هو في مقدره ان انا يكون على حساب والدي، بس برضو الفكره ان انا رايحه امثل البلد، فهيبقى ان انا اروح امثل بلدي على حسابي ده مش حاجه لطيفه خالص. يعني طب ولو ما توفرتش ال 10,000 جنيه مش هتروحي؟ دي حقيقه. موضوع هنرجع له فورا. طيب منتصر قول لي ببساطه. انا بصراحه قبل ببساطه انا ما عنديش اي مشاكل غير ان انا الحلم بتاع المشروع ده عندي من شهر 4/2016 او 2017. يعني انا دلوقتي بقى لي سنتين حلمي ان مشروع التخرج يكمل بعد كده، يبقى بالنسبه لنا وبالنسبه لي شخصيا يبقى هو ده الكارير بتاعي وهو ده البيزنس اللي انا ابتديته وبقيت عامل ستارت اب ونجح وقف على رجليه. ده حلمي. حلمي ده انا مقتنع ان انا لازم اعافر الى ما لا نهايه عشان اوصله، بس بطلب يبقى فيه سبورت مش اعاقات. احنا النهارده التكريم والمشروع خلص من شهر 7 اللي فات، انا النهارده في شهر 4 يعني كمان 3 شهور هيكون تميت سنه. معايا زي وعد وستبس من جهه حكوميه، بس للاسف احنا داخلين على سنه ما عملناش انجاز واضح على ارض الواقع. وده بيطرح سؤال، هل انا النهارده المفروض ان انا اكون ماشي مع جهه حكوميه، ولا الاصح ان انا بكون ماشي مع قطاع خاص او بزنس مان هيمشي الدنيا اسرع؟ وهي دي النقطه، خصوصا ان الحاجه كل ما بتتاخر كل ما الشباب احنا بنحبط. طيب خلينا نبقى عمليين. اولا ممكن توجه رساله لزمايلك اللي احبطوا انه لو سمحتوا ما يحبطوش ونبتدي نعد من النهارده، على وعسى تكون هذه الحلقه بدايه لروح جديده ايجابيه. اوكي. تاني حاجه، منتصر وهو بيتكلم عنده ميزان بين حاجتين، مش عايز يخسر الجهه اللي هي بتوعده اللي لسه عنده امل بعد 7 شهور انها تسرع بس الاجراءات شويه، وهو بيقول لانه ده الامل اللي عنده، فانا متفاهم حساسيه كلامه، لكن في نفس الوقت غيران على شغله، فمحتاجين حد يكون غيران اكتر من منتصر على البلد كلها ويرفع سماعه التليفون بكره عليه ويقول له تعالى نفذ. ده اللي انا افهمه او ده اللي انا اتوقعه من الناس المهتميه بالبحث العلمي في مصر. بس انا عندي مشكله كبيره جدا مع الموضوع، بس فكره انه السفر صعب جدا بالنسبه للطلبه، واحنا في مجال السوفت وير ده بيتغير كل يوم. فمن غير ما انت تبقى مواكب الناس او المواكب الشركات اللي بتشتغل، من غير ما تشوف المسابقات، من غير ما تعلق الطلبه بتوعك لمجال المنافسه مع الطلبه اللي في الجامعات اللي في العالم اللي فعلا بتشتغل في فيسبوك زي ما حضرتك قلت وجوجل والشركات دي كلها، وتوري الماتيريال بتاعتك للشركات دي عشان يبقى عندك جيل من الاجيال اللي هتعرف تكمل. الموضوع مش صعب خالص زي ما حضرتك بتقول. السفر ممكن يكون واقف على 10-20,000 جنيه، ممكن المبلغ مثلا 1,000,000 جنيه لما تكون نصرفه على فريق كوره بيسافر ولا حاجه، نسفر بيه 50 طالب، ال50 دول يرجعوا يفيدوا 10 ولا 20، ولا كل واحد فيهم هيفيد السيركل اللي حواليه. ده هيبقى حاجه عظيمه جدا لما يبقى عندنا فرص ان احنا نبعت لهم او نبعتهم يحضروا وركشوبس او حتى بوست جرادويت ديجريز ان هم يتعلموا بره ويفيدوا الناس او يفيدوا نفسهم او يفيدوا بلدهم لما بيرجعوا بالاساليب الجديده اللي بيتعلموها وبالحاجات اللي بينقلوها. لما نقدر نعمل بلاتفورم هنا نخلي الناس، يعني لو حد رجل اعمال تبنى، طبعا احنا بنسمع الكلام ده كله وقت لما يكون مؤتمر وقت بول في الدول العاليه، انما بعد كده مفيش الكلام ده، مفيش حد مثلا بيوجه مساعدة مادية ولا معنوية لفكرة ان احنا نكريت بقى نستارت تو كريت، نكون كيان جوه مصر، نحضر اجيال جديدة. يعني مثلا واتيفر باسم عمل ايه، بس بعد كده السنة الجاية هنلاقي مفيش حد بيشارك في الدوري ده، هنلاقي مفيش حد بيقول ان احنا عندنا طلبة في سوفت وير بتعمل حاجة كويسة، هنلاقي ان مجهودات فردية برضو
المانيا موجوده بقى لها 20 سنه في ربع نهائي ونص نهائي كاس العالم من احسن 4 فرق في العالم عشان النادي شغاله بسيستم. انما نجاح شخص واحد في دوله معنى كده ان ده مجهود فردي مش سيستم. طيب احنا ابتدينا بالحلقه دي وخلينا نتابع معاكم رد الفعل هيكون ايه لو الدوله مؤمنه فعلا ان الموضوع مش تصوير والى اخره والناس بتقف معاكم وقت التصوير. لا، الدوله مؤمنه انها لازم تساعدكم، اكيد كل واحد فيكم هيوصل للحاجه بتاعته. ارجوكم لا تحبطوا، احباطكم يعني اننا فشلنا، يعني عايز الابتسامه دي ما تفارقكوش ابدا وتبلغ يعني الناس المساعدين بتوعك، ارجوهم ان هم يرجعوا تاني للروح الايجابيه بتاعتهم. بالتاكيد الصوره مع رئيس الدوله وشهاده زي كده من رئيس الدوله افتكر انها يعني كانت بالنسبه لكم حاجه ايجابيه. انا نفسي ولا حد كتير جدا ما خدش اللي انتوا خدتوه ده، فبالتالي يعني دي حاجه دليل ان الدوله موجوده. ممكن يكون في عقبات في النص بس اكيد يعني هتوصل. هنعمل الحلقه دي شهر كمان ونعمل حلقه كمان ونشوف احنا وصلنا لحد فين. حاجه اخيره بس عايز اقولها، ان انا بالنسبه لناس كتير عندي في كليه هندسه حلوان امل كمشروع تخرج بيتحول لحاجة والمستقبل والحل في البلد. نفسي ان انا افضل امل، والامل ده يدي طاقة للناس دي كلها. عايز كل مشاريع التخرج بتاعت الطلبة اللي جاية ورايا من هندسة حلوان، الناس دي كلها تبقى بتعمل مشاريع عشان عايزة تحل بيها مشكلة في الماركت وعايزة تحل بيها مشكلة في البلد، وعندها ثقة ان هي ان شاء الله في جهة هتوصلها ان شاء الله. بس وانا اوعدك ان ده هيحصل وهنتابع معاكو باستمرار. منى السفر امتى بتاع هولندا؟ في شهر 7 الجاي. شهر 7 منى برنامج الحياة اليوم هيدي لحضرتك 20,000 جنيه مش 10,000 جنيه عشان تسافري هولندا وعشان تحضري المؤتمر، ولما ترجعي هنستضيفك هنا كمان. قبل ما تسيب الاستوديو هتاخدي شيك مننا ب20,000 جنيه مش ب10 بس عشان تسافري هولندا وترجعي، ولما ترجعي كمان تقولي لنا عملتي ايه. أنا مش صدق. إحنا لينا لازمة. ثانك يو. خلوا بالكم من غير الطاقة دي البلد دي ما تقومش. أنا بكلمكم بأمانة. المعمار والمشاريع مش ممكن يدور من غير الطاقة البشرية. لو فقدنا الأمل فيكم فقدنا الأمل في كل شيء. فصدقوني اللي جاي هيكون أحسن. صدقني وجود دي معاك والصورة مع رئيس الدولة ده ما كانش بيحصل زمان وما كانش موجود زمان. وانت النهارده في الاعلام وعلى الهواء وبتنتقد اي حد وبتقول كل طلباتك، وطلباتك ممكن يكون الصدفه حققتها لمنى دلوقتي، لكن اكيد لباسم واكيد لمنتصر برضه هتتحقق. اوعدوني ان احنا نفضل في نفس الطاقه الايجابيه بتاعتنا، ويوعدني ان فريق العمل بتاعك تعزمهم على العشاء النهارده وعلى حسابي مثلا ونكمل ونكمل الطاقه الايجابيه بتاعتنا. خلاص ان شاء الله متفقين. ما ترجعي من السفر لينا لقاء تاني ان شاء الله. ان شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا. دول مش لازم يحبطوا، دول لو احبطوا خلاص ما بقاش في حاجه تانية، ما عندناش اي امل غير الامل ده، غير الابتسامه دي. الابتسامه دي لو راحت حاجات كتير قوي هتتغير. انا بكلم اهاليهم وبكلم جيرانهم وبكلم اساتذتهم في الجامعه، ارجوكم حتى الوسط المحيط بيهم لازم يكون ايجابي، لازم تساعد الناس دي عشان لما يطلع بره ويقول لك انا كان عندي منافسين من المانيا ومن امريكا وانا طلعت الاول عليهم، عشان تقول لك والله انا واقفه عشان رايحه امثل مصر في مؤتمر يتبع الامم المتحده واقفه على 10,000 جنيه، احنا اللي لازم نحاسب انفسنا، ده كلام يا جماعه لازم نراجع فيه نفسنا. عشان منتصر يقول بقى لي 7-8 شهور واخد وعد من جهه حكوميه وحتى الان لم ينفذ، يبقى اكيد اكيد احنا المقصرين في حق كل هؤلاء.